خطى ثابتة تسير ولاية بوجبعريريج نحو تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي من خلال إصلاحات هيكلية كتشجيع الاستثمار الزراعي وتوسيع المساحات الخضراء ورفع العراقيل وتنويع الشعب الفلاحية. تربية المائيات إحدى الشعب التي تعرف رواجاً وتشهد إقبالاً من قبل المستثمرين بالمنطقة. عبر هذه المستثمرة الخاصة تتواجد مزرعة مائية تنتشر فيها أحواض لتربية مختلف أنواع السمك الموجهة للاستهلاك. الاستثمار لقي مرافقة من قبل مديرية الصيد البحري بالتوجيه ورفع العراقيل لضمان نجاح المشروع والدخول في مرحلة الإنتاج. الإدارة تلعب دور جد مهم في مرافقة هؤلاء المستثمرين، تكوينهم، تقديم الإرشادات، النصائح. وكانت المديرية عن طريق المحطة بمرافقة هذا المستثمر وحصوله على رخصة الاستغلال الاستثنائية، استفاد أيضا من رخصة حفر للآبار. والحمد لله يعني اليوم راهو بدأ يدخل في الإنتاج تدريجيا بهذه التحفيزات والإجراءات الجبائية. يعني راح يكون هناك مستثمرين جدد راح ينخرطوا في مثل هذه المشاريع. جهود تبذل لنجاح تربية المائيات وضمان تكاثر الأسماك المستزرعة، لكن هذا يتم وفق استعمال التقنيات الحديثة والرقابة الدائمة للأحواض من قبل مختصين في المجال. المهندسة لمياء المختصة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات تسهر يوميا على رقابة درجة حرارة الحوض وقياس كمية الأكسجين لاحترام المعايير المستعملة في الاستزراع. كل صباح نجي ونقيسوا لي باغامتر فيزيكو كيميك لشاك باسا، نديروا الكونترول كامل تاع كامل لي باسا. اول حاجه لا دونسيتي دوكسيجين ولا تمبيراتور بي اش والتي دي اس، اذا لقيناهم يديباسيو لي نورم لازم ندخلوا ساسوا نبدلوا الماء ولا نقصوا لا دونسيتي تاع الحوض. وقاية المائيات من الأمراض بتهيئة بيئة سليمة لنموها، فضلا عن توفير غذاء خاص ومتكامل وتوزيعه بشكل مدروس من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار. Après la sélection des géniteurs, nous mettons les bassins par sexration, يعني نحطوا 3 femelles par mâle. ومن بعد نبداو نحسبولهم حتى الاخر 28 jours ولا على حساب لا تمبيراتور وعلى حساب لي زوتر بارامتر. من ثم اون في لا ريكولت دي زو ولا انا نمد لهم لاليمون ارتيفيسيل وبطبيعه الحال نعاونوهم بلي زاليمون فيفونت. لقينا البيض في فمها مازال ما فقش، دوكا هذا نحطوه في لي بوتاي دو زوج مليح باش يفقس نفرغوه. تشجيع الدولة لشعبة تربية المائيات خطوة تهدف لتقليل الضغط على استهلاك الأسماك البحرية، علاوة على تنويع الاستثمار الفلاحي وإدماج صناعات أخرى تندرج ضمن إنشاء المزارع المائية.